فيفيا فيلم هتديكوا الفرصة ان انتوا تسجلوا امتع اللحظات اللي انتوا بتمروا بيها في حياتكم عشان تقدروا تشوفوها تاني بعد كده. Adesso cominciamo anche con il nostro amici arabi qua per fare vedere a loro Venezia e la bellezza di Venezia. احنا هنا موجودين في المكان ده دلوقتي، ده يعتبر جزء من اجمل الاماكن اللي موجوده في فينيسيا. القصر اللي ورانا هنا اسمه البالاتسو كادورو. القصر اللي موجود ده يعتبر كمتحف داخلي، كمان في متحف فيه بعض اللوح الموجوده هناك جوه، لوح مشهوره جدا للعصور المختلفه للفن الحديث والفن اكي اللي هو قريب شويه من الحديث. دلوقتي بعد ما نشوف المكان ده هنتجه للمنطقه الثانيه بتاعه فينيسيا اللي فيها ريالتو. المنطقة بتاعت ريالتو منطقة مشهورة برضو جدا هنا في فينيسيا. زي ما قلنا قبل كده ان فينيسيا فيها اكتر من 117 جسر بيربطوا فينيسيا ببعضها لانها مجموعة جزر مع بعضها. هنروح نشوف المنطقة اللي هناك دي دلوقتي وهتعرفوا عليها اكتر. اوكي، انتوا خلاص خلصتوا الشوبينج النهارده، فاحنا كده ايه يعني نبقى خفاف شويه. دي حاجه برضو من الحاجات اللي احنا بنعملها، بنقدم الخدمات بتاعتنا لاي عربي بيجي هنا، مش بس ان هو يتفسح، لا، بيبقى مع المرشد السياحي العربي اللي بيوديه لافضل الاماكن اللي موجوده هنا في فينيسيا. ده بيخليك توفر في الوقت وتستمتع اكتر كمان. هنطلع مع بعض بقى دلوقتي. اوكي، احنا هنا في احد الاماكن برضو المشهوره في فينيسيا اللي هي السوق بتاع فينيسيا. فينيسيا بما انها كلها عايمه في الميه، في لها منطقه واحده بس اللي بيجي عليها كل المراكب اللي فيها الخضار زي ما انتم شايفين هنا كده. الناس بتيجي هنا الساعه 5 الصبح يبتدوا يفتحوا الماركاتو ده، بيقفل الساعه 12 ونص او 1 الظهر. احد الاماكن المهمه المفروض ان انتم تشوفوها كمان في فينيسيا هي السوق او الماركاتو بتاع فينيسيا. هنشوف كمان الجزء الثاني مع بعض. احنا دلوقتي قدام واحد من اشهر اربع جسور موجودين هنا في فينيسيا. الجسر اللي موجود ورايا دلوقتي جسر عمره حوالي 1000 سنه تقريبا. الجسر ده اسمه جسر ريالتو. الجسر ده لما جم يعملوه كان تقريبا شيء صعب جدا ان هم يعملوه، لانه اولا رابط منطقتين ببعض، كل منطقه فيهم اضيق من الثانيه، زائد ان هو جسر مكون من ثلاث حارات مختلفه. الثلاث حارات دول رابطين الجسر ببعض ورابطينه بالمنطقه الثانيه. عشان يعملوا الجسر ده كان اصعب شيء بيقابلهم هو الوزن بتاع الجسر، ازاي ان هو هيقدر يستقر في المكان بتاعه ده. عشان كده استخدموا اكتر من 10,000 قطعة خشبية زي القطعة اللي موجودة قدامنا دي عشان يثبتوا بيها قاعدة الجسر. الجسر ده يعتبر كان تحدي في الفترة بتاعته دي، ولحد دلوقتي هو تحدي زي ما انتوا شايفينه كده، بيعتبر اهم المعالم بتاع فينيسيا، واللي يزور فينيسيا لازم يجي هنا المنطقة دي. متحف من المتاحف اللي موجوده هنا في فينيسيا هو المتحف اللي ورايا ده. عشان تتفرجوا على اللي فيه وتعرفوا ايه اللي جواه لازم تيجوا هنا. تعالوا معايا. وصلت على فينيسيا يبقى لازم تيجي على اجمل مكان موجود هنا في فينيسيا. المكان ده فين؟ ساحه سان ماركو اللي قدامنا دلوقتي. الجمال كله هنا. دخلنا على ساحة سان ماركو، دلوقتي هنيجي جنب البرج المشهور اللي فيها. عايزين تعرفوا قصة البرج اللي عمره أكتر من 1000 سنة والخمس أجراز اللي موجودين جوه اللي كل واحد فيهم بيضرب بنغمة مختلفة؟ تعالوا هنا وإحنا هنحكي لكم القصة كلها. مستنيينكم. Thank you.
وصلنا هنا بقى للجسر التنهدات اللي هو البونت دي سوسبيري. بونت دي سوسبيري هو الجزء اللي بيربط قصر دوجي بالمنطقه اللي كان بيتنفس فيها احكام الاعدام. زي ما انتم شايفين ورايا كده، هو ده البونت دي سوسبيري او جسر التنهدات. اتسمى كده ليه؟ القصه بتاعته جميله او تكاد تكون مؤثره الى حد ما. كان في السابق ايام ما كانوا بيحاكموا الناس في قصر دوجي، كان اللي بيتحكم عليه بالاعدام او اللي كان بيتحكم عليه ان هو يقضي بقيه حياته في السجن كان بيعدي على الجسر ده عشان يتنفس فيه حكم الاعدام. كان اجمل منظر بيشوفه لاخر مره في حياته هو فينيسيا والبحر من قدامه. كان كل اللي بيعمله ايه؟ كان بيتنهد بحسره، عشان كده سموه جسر التنهدات. هي دي القصه بتاع جسر التنهدات. دلوقتي هنروح على مكان تاني عشان تتفرجوا وتستمتعوا اكتر بفينيسيا. ما تنسوش مع فيفيا فيلم ممكن تسجلوا كل اللحظات الممتعه في حياتكم. فيفيا فيلم برودكشن شركة بتعمل في مجال الصوتيات والمرئيات منذ أكثر من 20 عاما في إيطاليا وفي أوروبا. شاركنا في العديد من المهرجانات، منها مهرجان فينيسيا الدولي. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عنا على الموقع الإلكتروني www.viviafilm.com. لتسجيل أفضل اللحظات في حياتكم يمكننا أيضا عمل الأفلام الخاصة بكم وبالرحلات الخاصة بكم داخل إيطاليا وفي. زوروا موقعنا الإلكتروني لمعرفة كيفية التمتع والاستمتاع بأفضل العروض الخاصة والتي نقدمها لعملائنا العرب في الصيف وفي الشتاء.